ضبضبت فوق. قولي لي في شي تاني بدنا نعمله هلا؟ ما في ما في، خلص روحي نامي. رضا بيك بده أعمل له شي؟ رضا بيك غفي من زمان، رضا بيك بده كتير مشان يتأقلم مع جو البيت من أول وجديد، بده أكتر من كتير. تصبحي على خير. وانتي بخير، نوم الهنا حبيبتي. أهلين سهيلة، فيقتك شي؟ لا، كنت عم بشتغل على النت، عم دور على شغل. فهمت، لازم لاقي شغل فوراً. بإذن الله بتلاقي. عرفت إنك رح تتصلي. ما اتصلت فيكي مشان اسمع الشغلات اللي بدك تحكي لي إياها، حبيت اطمن عليكي وأعرف شو أخبارك بس. ماشي ماشي، لا تعصبي. شو مفكرة ماني حابة أعرف ليش تركتي فجأة؟ بس ما رح أسألك، بعدين ببلوني بشي شغلة لا سمح الله. رح يصير شغلات كتير كبيرة بهداك البيت، وبهاليومين لهيك ديري بالك على حالك. حبيت قلك هالشي بس. سكتي، تفي من تمك يا مخلوقة، خليتيني اندم ليش اتصلت فيكي. رح سكر. لك وقفي أماني، لا تسكري. لكن بلا ما تحكي شربي غروي. بس بحب خبرك انه مو أنا المسؤولة عن اللي بده يصير، سمر خانم هي السبب بكل شي. انت شو اللي عم تحكي؟ ليش سمر خانم شو عملت بالله؟ حلمي أونال بيعرف كل شي يا سهيلة، ما عم بحكي كذب بنوب، وكل شي قاله هو كان مزبوط. أنا عم نبهك. سلمي عن كل أمانة، بيوصل ولا يهمك. إن شاء الله رضا تعلم الشغل منيح يا ست لميس. بالله تعالوا اشربوا قهوة وبتشوفوا الجنينة كمان. لا لا، ما بيصير. أنا ماني حابة أشوفوا الشله هديك المرة يا سليمان إذا بتريد. لا تأخذينا مشان الله يا مدموزيل. ولا يهمك. لسه في شغل كتير ببيت نهال، وبتعرفي لازم كون على رأس العمال أنا. تمام، يعطيكم العافية. مع السلامة. السلام. خلينا نروح. خلصينا بقى، لا تعملي هيك. كتير صعب علي، هداك البيت كان كل حياتي. خلاص الله لا يوفقها، قهرتني من جوات قلبي. شهيرة، بابا اليابان كم ساعة بتبعد عن هون؟ شي 12 ساعة. أوف، كيف تتحمل ضرب الطيارة كل هالوقت؟ نعم. بدك تسافر الخميس الجاي؟ يا حبيبتي شو رأيك تسافري معي؟ لا ما فيني اتحمل هالسفرة مشان 4 أيام. إذا بتحبي بنضل أكتر، بنروح من طوكيو لأوساكا بعدين بنروح، هلأ ماني حابة أروح. سألني أنا بروح. مرة تانية حبيبي. لا يا رضا، لا تجيب سمك الله يخليك. بعرف انه كتير طيب ومتعذب فيهم، بس ما بيصير هيك. في سمك كبيرة بالتلاجة. طيب ماشي ماشي، بس اذا ما حدا اكله انت رح تاكله. ماشي يلا، وانا كمان.
لسه ما قدر ينسى البحر، عقله بيضل مشغول بالبحر والسمك. يا حرام، الزلمة منيح بس تفكيره ما عم يتغير، راسه يابس. على مهلك لسه مبارح حتى تزوجته. أنا ما عم أحكي شي. الله يتممها على خير إن شاء الله. أنا كتير مبسوطة. إن شاء الله تضلوا مبسوطين. إن شاء الله. ما بتعرفي شو معدن الإنسان، ما بيبين. طبعاً إلا إذا عاشرتيه منيح. الله يخلي كل الناس لبعضها وما يسكرها بوش حدا. مبارحة اتصلت كاتيا. ايه؟ ما في شي. أنا قلت لك من زمان إنه أنا ما شفت شي بعيني، ما بيهمني شي بنوب. لا تخليني أحكي لك على الفاضي وخليكي تعصبي مني كمان. أساساً حتى لو حكيت لك بعرف شو رح تقولي لي. ها، بالله خدي هدول يا سيما، ووصليهم سخنين. أنا رح شيل اللحمة من البراد. وتذكرت شوية شغلات وقت كنت قاعدة عم بحكي مع شهيرة. مثلاً رضا شافها لسمر خانم مع مهند لأول مرة، كانوا بالمينا. فكرها حبيبته. بس بعدين إجا عالبيت وجاب لنا سمك ووقت عارف إنه هي خانم هالبيت، من بعد ما خربط فيها بالأول. الخانم الكبيرة يلي بالبيت كانت رح تموت بسبب السمك البايت تبعك. شو أنت ضيعت عقلك؟ مستحيل يصير هيك شيء. امبارح أخذنا المرة على المشفى لأنها تسممت، شو بدك يصير أكتر؟ خذ هدول وريحنا منهم. استنى مشان الله أقول غير هالحكي، بإيدي امبارح حطبت هدول السمكات. اللي بيقول بايتين بيكون عم يخرف. طلع فيني واحكي منيح. خلص يا ريس بلا ما تكبر. اللي بيقول سمكاتي بايتين بدي طعمياهن وبلا تنظيف كمان. هاي بهدلة لي، أنا بدي أشوف ست البيت، خليها تقلي شو صار معها. أهلين عدنان بيك. مرحبا كنتنا. هالرجال عم يقول إنه السمكات بايتين، معقول أنا طعميكم سمك بايت يا بيك؟ أنتوا فوتوا لجوا ونحن منحل الموضوع. تمام تمام، اهدوا شوي. يا كنتنا أنت بتعرفي وشفتيني، مو بصيد السمك بإيدي؟ وبعدين رحت مرة من المرات على اليخت مشان أخذ له جهاز الشحن لمهند بيك. كان نسيانه بالبيت وأنا وديت له إياه. إيه؟ وقتها كان في مرة باليخت وكانت شنتايتها نفس شنتة سمر خانم. ما شفتها لسمر خانم والله، بس كانت نفس شنتايتها. أنا كان قصدي إنه وقتها أخذت معها نفس الشنطة وقت اللي طلعت من البيت.